السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة مستر تكنولوجي. أرحب بكم في هذا الفيديو الجديد والذي سوف نعمل فيه انبوكسينج وريفيو لهذا المنتج الذي وصلنا. أعتقد أنكم عرفتم ما هو المنتج من قراءة عنوان هذا الفيديو، لكن ننتقل إلى الانبوكسينج. نفتح العلبة. هذا هو المنتج الذي وصلنا، وهو عبارة عن جيتار صغير جدا، جيتار صغير جميل جدا، وسعره لا يتجاوز 16 دولار. رابط إن كنت تشتري هذا الجيتار ستجده أسفل الفيديو. نفتحه مع بعض الآن وتجد هنا الجيتار، هنا لا يوجد شيء في هذه الكرتونة. نجد هنا هذا هو الجيتار كما ترون. نفتح هذا الشيء، ماذا يوجد هنا؟ كما ترون يأتي هذا الذي يأتي مع الجيتار لتقوم ب لكي لا تستخدمه بأصابعك، تستخدم هذه الأداة هنا، وتأتي خيط إضافي إن تعطل كما ترون. إن تعطلت هذه الخيوط تستبدلها كما ترون. نضعها هنا، نرجعها، ننتقل إلى الجيتار. هذا هو الجيتار، صغير جدا، صغير الحجم لكنه جميل، جميل جدا. هذا الجيتار بنوعية جيدة مع أن ثمنه ضعيف، لا يتجاوز 16 دولار كما ترون. جميل جدا هذا الجيتار كما ترون، جميل جدا. دعنا نجرب الجيتار. هذا الجيتار أنا لا أعرف استخدام الجيتار، لكن سوف أجرب. جميل جدا. الرابط ستجدونه أسفل الفيديو إن كنت تريد شراء هذا الجيتار. ورحب بكم من جديد في هذا الجزء الثاني من هذا الفيديو الذي سوف نستعرض فيه هذا المنتج. هو عبارة عن تي في بوكس من شركة ميكول نوع MS8. نقوم بفتح علبة الجهاز لنكتشف ما يوجد بداخلها. يأتي مع الجهاز كتيب الاستعمال، وصلة الكهرباء، كابل HDMI، والريموت كنترول. ويمكنك التحكم في التي في بوكس من خلال تحميل تطبيق في هاتفك والتحكم به. وهذا هو الجهاز. يأتي الجهاز بمعالج من شركة أملوجيك S905W، يصعد إلى 2 جيجاهرتز، ويأتي أيضا برام 2 جيجابايت DDR3، ويأتي بسعة تخزينية أو الروم 16 جيجابايت، ويأتي أيضا بنظام تشغيل أندرويد 7.1 أو 7.1. وأدعوكم الآن تشاهدون الجهاز وهو متصل بجهاز التلفاز. نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس لتصلكم جميع فيديوهاتنا. إلى اللقاء.